السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم إلى فيديو جديد. رجعنا لكم مجددا في لعبة دايس دريم. في امبارح أو أول امبارح نشرت صراحة على الفيسبوك أن صديقنا رشيد عودة حاب يعطي أو يربح واحد شي 10,000 رول، فعشان هيك المسابقة بعدها قائمة. أو يعني بس كل اللي عليك أنك تعلق تعليق قول بس، يعني مشان نعرف الشباب الموجودين هون، يعني في المجموعة احنا عون على مجموعة الفيسبوك. طيب صراحة أنا كنت على أساس إنه أعمل الجائزة يعني ثاني يوم، بس المشكلة إنه ما حداش على غير الشباب شابين هون، صالح وفهمي، فقلت مشان يعني نعطي الشباب فرصتهم يعني، فخلينا نأخر السلافة شوي. أيوة شغلة إن شاء الله. ثانية خلينا نروح نضرب لنا كم ضربة في الحساب اللي أعطاني يا صديقي رشيد. حاليا المشكلة مثل ما قلت لكم إنه بس تفتح دايس دريم بهاي الطريقة إنه بزعل منك البلو ستاك المحرر أو المحاكي الفاشل، فبدك تعطيه رن أز أدمنستريتر. إذا أعطيته تشغيل بشكل عادي مش راح يمشي الحال، بدك تعطيه انه تشغيل كمستخدم رئيسي او ادمنستريتر. طيب خلينا نشوف هسه. حاليا المرة الماضية صراحة مليتني اجمع في الخطوات، وصلت يمكن شي 600 خطوة بس نسيت ذربا وراحن علي كلياتهم للاسف. طيب خلينا نكبر الشاشة. طيب ما بديش اضايق على الشاشة هون، فخليني اروح هون على اليسار عشان ما اضايقش على الصورة. يعني صراحة كنت اسجل في الفيديوهات الماضية عن طريق كاميرا الموبايل، يعني انا بحط الموبايل لحال والكاميرا التلفزيون لحال او كاميرا الحاسوب لحال، بس ابني يوسف دمر لي ام الحامل تبع الكاميرا، خلى كل قطعة لحال. شوف كل قطعة صارت لحال. فخلينا نلعبنا شوي هون في دايس دريم، نضرب لنا كم ضربة. هون الشباب مش مقصرين، هذا واحد سرق لي 39 مليون، واحد سرق لي 54 مليون، واحد سرق لي 74 مليون، يعني شيطان يعني سرق لي 100 مليون، وهذا سرق لي 96 مليون، 125 مليون. يا لطيف طل 175 مليون، الله لا يوفقكم. بس بقول 109 مليون يعني بجمع فيهن بضل ايام من الليالي بجمع فيهن، هذول الاساتذه بيجوا بسحبوا لي اياهم بدقيقه. قال ويلكم باك، الله معطيه جائزه 70، الله يخزيكم. انا وطي الصوت صراحه، الصوت عالي كثير، بس اذا فادي يوسف مش هيخلي. طيب بس خليني اعطيه. يلا خلصني اطلع، المشكلة انه توخذ شوية وقت صراحة. طيب ماشي الحال، يعني وطيت الصوت شوي صراحة، انا الصوت كان كثير عالي. يلا اوكي، ان شاء الله تكون الكاميرا او يعني الكاميرا بعيدة عن الشاشة كويس. هات هات بدلي يسرا. انا صراحة كنت ادرب 400 400، بس 400 كثير كثيرة يعني، قاعد بتروح لي مباشرة للأعداد. بس إذا ضربنا 200 هسا وطلع لنا مثلا هجوم ولا شي شغلة هيك فيها خطوات، المفروض إني أقدر أخلصها. معي 26 خطوة فيها 6 أيام بس. طيب خلينا نروح نشوف البطاقات أول شي، والله خلينا نعمل نظرة على البطاقات. إذا رحنا على البطاقات دول حاليا بس هذول 3 كومبليتد. طيب صراحة مش عارف أعطاني خطأ الكمبيوتر، مش عارف هو خلص التسجيل لأنه ما ضلش مساحة ولا شو وضعه. هاي بروبرتيز 3 جيجا، بس خليني اشوف المساحة تبع الكمبيوتر لانه صراحة انا خايف يقول لي خلص. لا في 120 جيجا. طيب كويس، خلينا نضرب خطوات. اول شيء نضرب 200 صراحة، مش اضرب 400، 400 كثير كثير. هاي 200، بسم الله يا رب. هجوم هجوم، حلو سرقة احسن واحسن. روح انت. طيب شوفوا الاعلانات، خلاص خليني اجيب الاعلانات بدل الاعلانات. طيب اضرب لنا عشان خطوة ضربة. 215، حلو 215، 200 يعني شي 40 مليون مليح. 150 مليون، حلو كويس. هاي 200 خطوة جانا، والله 2400. شو اللي احكي هسه؟ واحدة اثنتين ثلاثة بس 3.5. والله انا بضرب 50 احيانا بطلع لي اكثر من 3.5، ماني عارف صراحة. انه هون مش حاسة ضابطة اللعبة هون مثل ما هي ضابطة هنا، يعني بحسهم هذول مكتين اكثر من اللعبة الاساسية. روح مرة ثانية، بسم الله. هاي 200، يعني اذا طلع لي مثلا 2000 خطوة المفروض انه شو، المفروض انه يوصل يعني. 200 ثلاثة ما طلعناش شي، 4 5 420. شوف هون وجه 420، يعني يعني كان معطيني بس انه بدي اطلع 20 واحد مشان اطلع عليها هاي هون. يعني كل ما زادت كل التدبيرات اللي معك كل ما زادت الصعوبة عليك.
وكل ما قللوا جوائز يعني كثر ما هم كتير. طيب يا روح عشرين ألف أو 20 مليون ولا 30 ألف. طيب بس نوصل على مليار صراحة بخلص ال أو ببني فيها. هاي كويس يعني بدل 200 تعطوني مليار. لا يعني هذا لازم يطلع لي فيه 1000 تدوير على الميت هسه. أعطيني بدون 420 مدودين. يلا واحدة اثنتين حلو. المفروض حاليا صار معي 600 خطوة. يلا على نص الفيديو نعمل نروح مثلا هسه ضربة ثانية بس صار معي 800 تقريبا. يلا مية 600 خطوة يمكن صار معي. فنكمل على 1000 ونروح نرقص. كلها طلعوا لنا شيء مليح كويس. هاي 800 خطوة صار معي. ما اعرف ما اشوفه كل شوي. 28 ألف. ولا وصلت على المركز الأول. يلا قديش مركز؟ أوه 2000 4800 مستحيل أصلا. بس آخر ضربتين هسه المفروض إنه شو تطلع لنا خطوات نروح نربط فيها. بدون 550 قال لك لا مشان يعطون قديش 15%. والله 400 كثر خيركم الله يخزيكم. وما بعطوك شيء جديد. هاي البومة كل شوي بيعطوني اياها. بس بعطوني 10 ولا 20 واحد. ما جوازهم مدودة مثل وجههم. واحد قاعد 80 ده. هاي مرة ثانية. يعني هسه طلع لي 3، المفروض قديش يطلع لي 600. طيب حلو اعطوني 600. والله 15 دقيقة قديش بدنا يعطوني حسن؟ 20%. ماشي على 20%. طيب اخر شيء بدرهم صراحة لانه هو جمعت شوي لانه كنت ناوي اوصل على مليار يعني. او هو علينا على اني بشك حالي اللعبة هذيك او على الموبايل كان يطلع لي درع وما طلع لي شيء درع. هو انا كل شوي صرت لي درع. طيب حلو صار معنا 1000 خطوة. اوه 400 حلو تمام. طيب اطمعنا شوي خلينا نضرب كمان كم خطوة. واحدة اثنتين ثلاثة. يا رب هجوم 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 يا رب هجوم هجوم اكو هجوم يا كلاب هجوم سرقة شي شغلة مليحة هي طلعنا او قتال شغلة مليحة طلعنا هي حلو تمام سرقة تمام ممتاز. يلا روح هل نسرقة 75 ألف. حلو جمعنا كلهم كل بركة 150 في 30 مليون مليحة 50 مليون مليحة. خلاص هسا خلينا نروح شو نسوي نروح نركض صنع مركز زراعة مليح. اعطوني 160 جايزة شكرا لكم. انا راح نركض اول شيء خلينا نشوف قديش معي خطوات حاليا. المفروض يكون معي 1000 خطوة يعني تقريبا يعني. هلو هلو 1426. المشكلة انه المرة الماضية كانوا كاتبين لي شو انه اكبس مشان يركض بس المرة هاي مش حاطين انه عشان يتجاوز قصدي المشي لانه هسه بدي اظني ساعة اتفرج عليه. 20 30 40 50 حلو طلع لنا مرة واحدة 2500 بكون امور بخير بسم الله. 200 تعال نشوف هسه بتوقع يزودوا لي المكان هذا ومش معطيني تجاوز كلاب. أربعة
450 خطوة حتى وصلت على شو الصندوق الأول، ما وصلتش 450 حتى، هاي 600 هيك معظم ما وصلتش، يعني 600 خطوة تقريبا حتى وصلت على الصندوق الأول، مش نفس المكافآت. طيب أحسن ما أظني أورجيكم كل شوي، خليني هسه أعمل باوزة، خليني نطمر مباشرة لأنه الفيديو طالت هي صراحة. طيب أول شي بضرب بعدين بعمل باوز، بس خليني أشوف قديش بدها وقت. 350 أوكي، بعد ما 176 خطوة، 200 خطوة، الحمد لله. وكل هيك بعدين ما وصلت على الصندوق اللي هون، قديش بده والله بعد؟ بعد 60 خطوة، يلا روح 250 خطوة، الحمد لله على السلامة. هاي هيك بعدين شو؟ بعدين مرحلة واحد من ثلاث، هاي اثنين من ثلاث. حلو، أعطونا بطاقة جديدة، شكرا لكم. قديش طيب قديش كان راند رايس؟ يعني هون بعدين الثاني اثنين وثلاث هذا وصلته، قديش بدي حتى اوصل؟ مش معطيني خطوات هذول كلها. طيب بغض النظر خلينا نركض هسه نشوف 150. اوف وقفت على المصاري صراحة، اعطوني مصاري هون، بس اتوقع يمكن 7.5 مليون بالعادة بعطوني. وليش بعدين ما وصلتش على الجراند برايس؟ هاي 300 وهاي مرة ثانية 50، 750 أول مرة أعطوني يعني جايزة، هاي أحسن مرة يعني ورط فيها، هم بالعادة بكون 12 مرة يعني صراحة أو 12 صندوق، فيعني حاليا بعدي اثنين من ثلاث، بس أتوصل الثالث ما بعرف شو بقول جايزة كبرى يمكن بكون 50 وحدة ولا 60 وحدة لأنهم مدودين بتعرفوا، بس 2500 يعني حادثة، خليني أركض ثاني أشوف قديش بوصل على آخر شيء ولا لا، يعني المفروض قربنا نوصل على الجايزة الكبرى. فهاي وصلنا على الجهاز الكبرى، خلينا نشوف الجهاز الكبرى الدولة تبعهم، يمكن هسه بيعطوني 50 وحدة بس كمان. هسه عمال ويش عامل هاي حركة؟ لأنهم كلاب، مشان شو؟ مشان ما يعطوك لما طلع لي 2500 مثلا، لو أنه كانت حاطة حماية ثلاثة ورا بعد كان مشى. بس هم كلاب وقفوني على الثالثة، هسه خلوني أرجع أسوي مرة ثانية. أضرب خطوات من جديد. طيب، أخذنا مفتاح راح، حلو. هاي الحبة تاخذ صورة. خلصت يعني هيك بس؟ شو المسخرة؟ طيب اندر ووتر تريل، هل مش فاتحين يعني ولا شو؟ ليتس جو ليتس جو. حاليا نزلنا تحت المية هسه، كنا قديش هسه؟ 0 من 5. اها خلينا نضرب هسه، خلاص حاليا بنضرب ضربات ثانية بس صراحة، ولا اقول لكم صراحة صار الفيديو طويل، خلينا نوقف الفيديو هون نتابع في فيديو آخر. السلام عليكم.